73. زوم 73 موسي معكم حتى النص نهار إن شاء الله على 11 و8 دقائق. قردوا بكم على رويحكم في الطريق. الطقس البرا ظهر لي مازال تصب شوية المطر. تصب أيمنة؟ تصب لا صحات صحات شوية هذي الحمد لله ربي يرحمنا. توت فاسون ديما ردوا بكم على رويحكم في الكياس وحاولوا هكايا ديما التزموا بإشارات المرور سينو زيدا بربي البروتوكول الصحي نعاود ونلتزموا به زينا من الاستهتار. واليوم كل ما احنا نرخوا شوية كل ما تظهر لنا حاجة جديدة في علاقة بكورونا. نحكي تحديدا على سلالة البريطانية اللي تم الإعلان على اكتشافها في تونس. بعد شوية نشوفوا في سوسة موجودة وإلا لا. في كل الحالات لازمنا ديما نلتزموا بالبروتوكول الصحي. إذا كانكم موجودين في تجمع توا وانتم قاعدين تسمعوا فينا البسوا البافات نتاعكم وحاولوا حافظوا ديما على التباعد الجسدي وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم الناس الكل. نحكي على الأخبار اللي دار البارح برشا واللي مصدر متاعه أمني. نحكي على الكشف عن خلية إرهابية في سوسة. شنو تفاصيل الأخبار هذي ذي باش نعرفوه في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. وفق ما أكدوا مصدر أمني نجمة فان فأن الفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في سوسة بعد عمل استخباراتي وكمين وبعد استشارة النيابة العمومية تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية. شكون ينشط فيها الخلية هذية؟ 3 أشخاص. الخلية تنشط بالجهة تم جلبهم إلى مقر الوحدة وتم إعلام النيابة العمومية اللي أذنت بالاحتفاظ بهم 3 وهم أصيلي ولاية من ولايات الوسط الغربي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بين ديما نقلا عن مصدر أمني لنجمة فام. الخلية هذية شنو تفاصيل؟ فما أسلحة وإلا لا؟ إذا كان أعمار الناس المتورطين وفما عصابة وإلا خلية نحكي على 3 أشخاص ولكن ربما فما أشخاص أخرين في علاقة بالموضوع هذا ذي نعرفوه في الأيامات الجاية بعد استيفاء التحقيقات. دونك الأخبار اللي نحكي عليه هو الكشف عن خلية إرهابية في ولاية سوسة. إذا كانكم في المستير عدلوا الموجة 95.9 باش نحكي لكم بعد شوية على المتحيل في المنستير وقت اللي شخص يلهف 15 مليون ما عند عباب بزوي ولا يلوجوا على خدمة. شو يقول لهم؟ يقول لهم اللي هو يخدم في سبيتار وينجم يدبر لهم خدمة هكا بسهولة هذي. أي لا سيفي لا انتخطيان لا حتى شيء. دبر خدمة في سبيتار مسمار في حيط تدفع مقابلها فلوس. قديش الفلوس هذوما؟ كيفاش هات كان بينا ذي متاع المتحيلين؟ كيفاش يصير؟ شنو وصار زيدا مع المواطنين؟ هذا الكل نعرفوا تفاصيلهم بعد شوية في أخبار الساحل. وقدوا معنا في الاستماع. ما زيدا نعود نقولكم منه في تونس العاصمة ظهر لي عرافة ولا متحيلة تلهف أكثر من 200 مليون من سي وديما كفي علاقة باش نلوج ولا راجل وباش نعرس وإلا باش تفضل النصيب ولا المكتوب ولا شنو. 200 مليون في حوزة العرافة هذية. ديما وردوا بالكم من المتحيلين وأشكلهم متعدة. راه مش فقط يلوج لك خدمة ولا يسهل المكتوب ولا يحل باب الرزق. فما أشكال متعدة للتحيل وطوى حتى نحكيه على تحيل عابر للقارات أي منها بالقرصنة وبوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة. فما نماذج من المتحيلين. دونك ديما ردوا بالكم تعطيوش الثقة في الناس الكل وديما حاولوا هو حتى الناس اللي نعرفوهم الثقة قلت حتى في الناس اللي نعرفوهم فيما بالك بناس ما نعرفوهمش. دونك ديما حاولوا ردوا بالكم وانتم قاعدين تتعاملوا مع العباد خاصة في علاقة بالوثائق والفلوس وتدبير خدمة. راه مش سهل حك راسك نلقى لك خدمة في بلاصة فما إجراءات طويلة وعريضة وانتم ما تعرفوها بخلافك المحابات والحاجات الأخرى. فما زيدة إجراءات قانونية. دونك مش أي حد يجي وعدنا بخدمة نمشي معاه في الخط. خلينا نفهم تفاصيل نتاع الحكاية هذية في أخبار الساحل. مازلنا مواصلين معاكم في زوم 73. زوم 73. أكثر من 60 سنة تعداو وثنيتنا ما زالت القدام. من عام 57 سنيت بنات وعلات ولمت شمل برشا عائلات وديارنا تورثتها أجيال ورجيال. خدمنا تعبنا وبمحبة عطينا ما عندنا وبرشا قلوب فرحنا. فروعنا في الشمال الوسط والجنوب للتوانسة زدنا قربنا والفئات الاجتماعية الكل شملنا. توسعنا في كامل الجمهورية وفي المساكن والعقارات نوعنا. في الجودة رفعنا وبثقة حرفائنا زدنا تطورنا وبآليات تمويل مختلفة قبلنا. على خاطر نحب ونحق حلم كل تونسي يتمنى يستقر في دويرة تلم العيلة ويعيش عيشة فضيلة. سنيت الدار الكبيرة فيها تلمت كل عيلة.